بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي جميع الإخوة المشاركين في هذه الندوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً للخير. وفي مقدمة كلمتي أتوجه بالشكر والتقدير للأخ جمال مؤمنة مدير هذا المركز، وللإخوة المتعاونين معه، وأقدم شكري وتقديري للأخ الكريم الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، سفير المملكة العربية السعودية في بلجيكا، على تعاونه واهتمامه وحرصه والشكر والتقدير للمسؤولين في الحكومة البلجيكية على تعاونهم. ولا شك أن وجود أعداد من المسلمين في هذه الدول وبخاصة في بلجيكا تستدعي من الدول الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية ومن الدول التي توجد فيها هذه الجاليات المسلمة ومنظماتها على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، تستدعي مزيداً من التعاون والتواصل في أكثر من مجال. ومن أهم المجالات التي ينبغي أن يركز عليها هذا التعاون كيف تندمج الجالية المسلمة في مجتمعها مع محافظتها على دينها وعلى هويتها، وكيف تبتعد عن الطائفية وعن الحزبية الضيقة وعن النزاع وعن الخلافات، ولتترك مشكلات البلاد التي جاءت منها فيها، لا تنقل تلك المشكلات إلى المجتمعات التي تعيش فيها. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن يركز عليها التعاون. الأمة الإسلامية منذ تاريخ الإسلام الأول كانت لها علاقات وثيقة مع غير المسلمين، سواء أكانوا في الغرب أم في الشرق أم في الشمال أم في الجنوب. وفي هذا العصر، في هذا الوقت، أصبحت الدنيا قرية واحدة، هناك منظمة دولية، منظمة الأمم السياسية، وهذه المنظمات تضم جميع الدول بما فيها الدول العربية والدول الإسلامية، وهي تتعامل في القضايا الإنسانية المشتركة. والقضايا الإنسانية المشتركة من أبرزها ما يتعلق برفع الظلم عن المظلومين، ما يتعلق بإقامة العدل، ما يتعلق برعاية حقوق الإنسان، ما يتعلق بالابتعاد عن التطرف والإرهاب. هذه قضايا مشتركة، مختلف الدول سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة معنية بها، لأن التطرف والإرهاب والظلم وعدم رعاية حق الإنسان واحترامه يؤدي إلى مآسي
ويؤدي إلى فتن، ويؤدي إلى مشكلات كثيرة على المستوى العالمي أجمع. طبعا هذه الندوة حينما فكرت فيها رابطة العالم الإسلامي تأمل أن تكون بداية لعمل تعاوني بيننا وبين المسؤولين في الدول الأوروبية وغيرها. كنا قبل أن نأتي إلى بلجيكا في النمسا، وكان هناك مركز عالمي اسمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وقد جمع ذلك الملتقى الذي كنا فيه قد جمع مختلف القيادات من أتباع الأديان وأتباع الثقافات في العالم كلها، وكان الكل كان الجميع مجمعين على أهمية محاربة العنف، محاربة التطرف، مجمعين على حرية الإنسان في ممارسته لعباداته، مجمعين على أن الجاليات المسلمة ينبغي بل يجب عليها أن تنقل الصورة الصحيحة للإسلام. ولذلك باعتبار أن الرابطة رابطة العالم الإسلامي منظمة شعبية عالمية إسلامية هي معنية بالحوار، وقد أقامت مؤتمراً ضخم في مدريد للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك في النمسا، وكذلك في سويسرا، وكذلك في دول في شرق آسيا وفي جنوب آسيا وفي مناطق عديدة من العالم، وهي مستمرة باعتبارها مهتمة بهذا الشأن في هذا المجال، تهدف إلى إيضاح حقيقة الإسلام، إلى تعاون المسلمين مع غيرهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، للتأكيد على أن رسالة الإسلام رسالة تدعو إلى السلام، تدعو إلى الأمن، تدعو إلى الاستقرار. والآيات أي النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرة تؤكد على أهمية الاستقرار والأمن والابتعاد عن أي عدوان، والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والآيات كثيرة في هذا المجال. إذن هذه الندوة ينبغي أن تركز على هذا الأمر. نحن نقدر الحكومة البلجيكية تعاونها معنا، وتمكين هذا المركز، وتعرفون أن هذا المركز كان له تاريخ طويل من أيام الملك فيصل رحمه الله، حينما تم إيجاده وتأسيسه، وهو طبعا يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الجالية المسلمة في عبادتها وفي فهمها للدين الإسلامي، بعيدا عن التدخل في الشأن السياسي أو الشأن الداخلي للدولة التي يوجد فيها. ولذلك نأمل إن شاء الله أن تركز هذه الندوة على هذه القضايا، وبخاصة أننا في وقت ازدادت فيه الأزمات والمشكلات، ومع الأسف أكثر المشكلات ما يجري الآن في سوريا، ما يجري في العراق، ما يجري في اليمن، ما يجري في مناطق عديدة من العالم من تطرف وإرهاب. نريد بالفعل أن يفهم الناس أن الإسلام بريء من هذه الجماعات المتطرفة، الجماعات الإرهابية، ونريد أيضا أن يثقف شباب المسلمين وأبناء المسلمين وبخاصة في دول الغرب أن يثقفوا بالابتعاد عن هذه الاتجاهات، وأن لا يشاركوا فيها، وأنها تضر
بالإسلام وبالمسلمين وبسمعته. ومن هنا يصدر إن شاء الله عن هذا البيان، عن هذا هذه الندوة بيان يركز على هذه القضايا، وتتطلع الرابطة أن تقترح أو أن يقدم لها اقتراحات في التعاون في هذه القضايا. نحن مهتمون بشأن الحوار، يمكن أن نقيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات مع المؤسسات سواء كانت رسمية أو شعبية في بلجيكا أو في أي دولة من دول أوروبا. أي مقترح يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار نحن على أتم الاستعداد للاهتمام به والتعاون فيه من خلال هذا المركز ومن خلال مجالات أخرى. وفي تقديري أن سفراء الدول الإسلامية والعربية وبخاصة طبعاً المملكة باعتبار المملكة هي قبلة المسلمين ولها ريادة في هذا المجال، سفراء الدول الإسلامية والعربية عليهم مسؤولية كبيرة في هذه القضايا. نعم لهم شأنهم السياسي واهتمامهم بالجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي، لكن الجانب الثقافي والجانب الفكري وما يتعلق بتوعية وتثقيف الشباب هذا أمر ينبغي أن يهتموا به وأن يتعاونوا معنا من خلال هذا المركز ومن خلال المجالات الأخرى التي تقدم فيها. طبعاً أنا كنت أعددت كلمة لكن أحببت أن أتكلم دون قراءتها، وأتوقع أن من الأهمية بمكان أن على المسلمين في مواجهة الوضع الحاضر الذي تعيشه الأمة الإسلامية وينقل الإعلام العالمي صورة عنه أن يكون هناك تركيز على الرؤية الشمولية للإسلام، تصحيح الأخطاء الواقعة في قراءات كثير من المسلمين لأحكام الإسلام، لا بد أن يركز على الشباب كما قلت وأن يهتم بشأنهم، لا بد أن يكون هناك توعية وتقدير واهتمام للأمة الإسلامية ولغير الأمة الإسلامية بحرص الإسلام على السلام وعلى الاطمئنان وعلى التعاون. ولا بد أن نؤكد على أن الإسلام رسالة عالمية منفتحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورسالات الله الإلهية منذ آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كل هذه الرسالات جوهرها واحد، أن يرتبط المخلوق بخالقه. ولذلك لا يمكن أن تتعارض الأديان، لكن أتباع الأديان بل أتباع كل دين قد يخطئون في الفهم ثم تحصل الفتن والنزاعات والطائفية. لا أريد أن أطيل على الإخوة، لكني أؤكد على ضرورة تعاون الجاليات المسلمة في مختلف مجتمعاتها فيما بينها مع شرائح المجتمع الذي تعيش فيه على ما يحقق الأمن والاستقرار والسلام ويبعد عن الفوضى والفتن والنزاع، ويؤكد على اندماج هذه الجاليات في المجتمع الذي تعيش فيه. ويسرني في ختام هذه الكلمة أن أثني على الجهود المتميزة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبخاصة في مجال الحوار. مجال الحوار من أهم الوسائل التي تخفف الأزمات بين المجتمعات، والمركز العالمي في النمسا أقيم بتعاون بين حكومة النمسا وحكومة إسبانيا والمملكة العربية السعودية، وشارك أيضا الفاتيكان في هذا المجال، وقامت رابطة العالم الإسلامي بجهود كبيرة في المؤتمرات التي أعدت له. ولذلك نؤكد في مختلف المناسبات
على إشادتنا بجهد الملك عبد الله حفظه الله، ونشكر كل الذين يتعاونون في مختلف الدول الإسلامية وفي مختلف المجالات. أرجو للجميع التوفيق، وأن تكون هذه الندوة إن شاء الله ندوة ناجحة موفقة وبداية لبرامج عمل كثيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه المرسلين والأنبياء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.